بحضراتكم من جديد ولقاءاتنا متواصلة مع ملائكة الأرض ومع يعني أبطالنا وبطلاتنا، مش بس في المجالات الرياضية ولكن أيضا في المجالات الفنية، قادرين على اقتحام كل المجالات وعلى تحقيق مراكز كويسة جدا فيها في كل مجال يدخلوه، لأنهم عندهم قدرة على التحدي فعلا. ربنا سبحانه وتعالى هو المبدع الرحمن الخالق، ولما بيخلق الإنسان بيخلقه عنده موهبة وعنده قدرة فعلا على أنه يعني ينجز ويعمل شيء جميل وبديع، حتى لو حرمه من حاسة معينة لكنه بيعوضه في مجالات أخرى ويجعله متميز عن كل الباقيين، يمكن بشكل ما نقدرش إحنا الأسوياء نحصل عليه. النهاردة معانا فنانة كبيرة، هي صغيرة في السن في الإعدادية لكن عملت معارض سواء في المنصورة بلدها في المركز الفرنسي أو معارض في الزمالك زي معرض الأخير في زور خانة، وكان بيحتوي على 55 لوحة من أعمالها من جواش وألوان مية وألوان لوماستر وخشب وغيرها من الأعمال الأخرى، ومعاها كمان والدتها اللي بتقف جنبها وبتساندها مدام منى الحسيني. أهلا بمدام منى الحسيني، برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك. وأهلا بقى بفنانتنا الصغيرة كمان علي عادل، أهلا بيكي يا علي. أهلا بيكي. بقولك أهلا بيكي، بقولها أهلا بيكي. منورين مدام منى. احكي لي بدات ازاي السكه مع علي؟ والله شوف حضرتك، انا هقول لك، احنا في المنصوره طبعا ما فيش في مجالات مفتوحه زي مصر. يعني المجالات برضو مقفوله، هي اقصاها في كان مكتبه مبارك هناك وفي قصور الثقافه. طبعا قصور الثقافه ما لقيتش قوي تشجيع منهم لعلي بصراحه، يعني عشان الظروف اللي هي فيها. بس وبرضو مكتبه مبارك دخلوها في وسط مجموعه كبيره، فطبعا التميز بتاعها ما ظهرش قوي، كان عندها سن 7-8 سنين. طبعا الفتره اللي قبل كده كنت ملبوخه معاها شويه في الظروف التعب بتاعها، كنت باجي مصر كتير عشان اتابعها مع الدكتوره بتاعتها هنا. بس لحد بقى ايه، بعد مكتبه مبارك وقفت شويه، لقيت برضو مش مهتمين قوي بالوضع بتاعها، فلقيت المركز الفرنسي قالوا لي عليه ده حلو قوي في المنصوره، فسالت عليه وكلمتهم فقلت لهم في مجالات للرسم على اساس ان انا عايزه اخلي عندي بنتي عندها بترسم حلو، بس عايزه دراسه، عايزه في حد طبعا يعلمها الدراسه ازاي وال ياسسها كويس. وطبعا طبعا دي بتبقى فيها دراسه، في مقاييس معينه في الرسم وفيها حاجات معينه طبعا انا مش هفهمها. فطبعا رحنا المركز الفرنسي فقالوا لي طب ندخلها مجموعه في الصيف، قلت لهم لا انا عايزاها لوحدها عشان يبقى فيه التركيز عليها قوي واهتمام. فقالوا لي هيبقى فيه طبعا الامكانيات، قلت لهم مفيش مشاكل في الامكانيات، الامكانيات موجوده، ان احنا بس اهم حاجه ان هي تتعلم صح، البدايه بتاعتها تبقى صح. وقد كان. ورحنا المركز الفرنسي، وبصراحه كان فيه هناك الاستاذه دعاء برضو خريجه فنون جميله، وهي اسستها حلو، وكان هي السبب طبعا في انها عملت معرض حلو، كان المعرض من سنتين تقريبا وعملت معرض، وجاء افتتحه رئيس هناك رئيس الجامعة في المنصورة ورئيسة مجلس الإدارة الدكتورة فرحة الشناوي، وطبعا انبسطوا بيها قوي شوية. ولقيت برضو ميس دعاء مشت، الأستاذة بتاعتها مشت، فجت كملت معاها الأستاذة عبير، برضو الأستاذة عبير إنسانة كويسة جدا، كملت معاها برضو بطريقتها الخاصة يعني. بس الأستاذة عبير طبعا ما قدرتش تكمل معاها نتيجة ظروف معينة، انها مش متواجدة في المنصورة بصفة مستمرة. المشكلة عند عليا كانت في السمع مش بس كده؟ بس لكن فكرة انكم تنقلوا كمان المعارض، مش بس تكتفي حضرتك بمعرض على مستوى المنصورة بلد، بصراحة اللي كان ليه الفضل في كده الأستاذة عبير اللي هي الأستاذة الأخيرة بتاعتها في المركز الفرنسي، هي قالت لي عليا بقت القاهرة بقى العاصمة، عليا قالت لي امكانياتها اكتر من كده. فهي لازم نفتح قدامها ابواب كتيره، لان المنصوره برضو كاقليم مغلقه شويه ما فيهاش. فقالت لي كويس، هي عملت معرض فعايزين احنا بقى ايه في ناس كتير بقى ايه نفتح لها المجال اوسع بقى. فطبعا كان ليا طبعا يعني ده كرم من عند ربنا ان انا قابلت الدكتور ايهاب هنا، هو في كليه فنون جميله، وزوجته برضو دكتوره هبه في كليه فنون جميله، جت عن طريق النت الحكايه ديت، ان انا شفت معرض عاملاه الاستاذه دنيا الحسيني فعزمتني على المعرض، والمعرض ده كان اصلا اللي بيشتغل فيه الدكتوره هبه والدكتور ايهاب، فشافوا عليا وقابلتهم في المعرض، ومن يوميها بقى وهم محددين مع مواعيد ليها في الاسبوع على اساس ان هم يقعدوا معاها، فبقيت اجي هنا 3 و4 و5 وامشي الجمعه، فبيقعدوا معاها يومين الاربع والخميس تدريب، يعني تدريب ودراسه بقى. وفي الفتره ديت تقريبا كانت 5 شهور رسمت فيها الاربع والخميس، وهي رسمت اكتر من كده، بس دي اللوحات المميزة قوي اللي عملنا فيها المعرض، يعني هي رسمت أكتر من 55 صورة، بتاع ممكن 60 صورة أو أكتر يعني.
بس مع الدراسه بقى الموضوعات بتاعه المعرض بتاعه اللوحات اللي عاليه بتختارها يعني هي بتبقى هي اللي مختارها ولا يعني الاساتذه بيساعدوه على اختيار موضوعات معينه؟ لا هو الدكتوره هبه طبعا هي اللي كانت متوليها في حاجات معينه لان الدكتور ايهاب اصلا نحات فالدكتوره هبه هي كانت بتختار ليها حاجات معينه وتقول لها في حاجات تانية ترسمها في البيت فنص المعرض كان في البيت هي عاملاه في البيت عباره عن حاجات زي مثلا مجات كده او مثلا ممكن اساس بارفان خلصت من عندك يعني في حاجات كده هتلاقيها في البيت هي دي اللي كانت برضو ايه بترسمها. الموهبه دي موجوده عند حد فيكم عند حضرتك لا عند بابا؟ بصراحه انا ما كنتش بحب الرسم بصراحه بس لقيت فيها الحته دي قلت كمان ادخلها يعني عملت زي ما بيقولوا سلاح ذو حدين ان هي تختلط بالمجتمع صحيح. لان المجتمع مقفول قوي عندنا وعشان كمان تحتك بالناس اكتر ومنها برضو تنمي الموهبه اكتر ويبقى المجال هنا في مصر مفتوح. ده مهم قوي الموضوع حضرتك بتتكلمي فيه ده هو موضوع هو مش موجود اصلا بالنسبه لاي ام لا مش او بالنسبه لاي اب صعب انك تلاقيه. الثقافه المجتمعيه بتاعتنا احنا نتعامل مع يعني الناس اللي عندهم اي مشكله يعني صحيه مش موجوده اساسا. حضرتك بتقولي على الاختلاط وعلى الانفتاح على المجتمع ده فاد عاليه قد ايه ان هي تنتقل بس مش من المنصوره لكن كمان كانت القاهره واحتكت بناس وعملت معارض في سن صغيره. لا وبصراحه ساعدونا قوي انا ما انساش فضلهم علينا ان هم ساعدونا اصل في ناس ممكن يقول لك ايه ده عندها مشكله في حاجه معينه لا ما طب هتفهم ازاي طب هتسمع ازاي فدي اللي قابلتها عندي في المنصوره دي المشكله دي واجهتها في المنصوره برضو قالوا لي طب هترسم ازاي قلت له ايه علاقه ده بده هي بتدرس عليا هي في ثالثه اعداد طيب عليا ازيك انت شاطره في المدرسه تمام بتحبي الرسم تقدري توفقي بين الرسم وبين الدراسه يعني مش بيعطلك خالص على الدراسه بتحبي ترسمي ايه يا عليا بتحبي ترسمي ايه يا عمو بيقولك بتحبي ترسمي ايه اللي بتحبي ترسميه ايه اللي بتحبي ترسميه الشجر بتحبي ترسمي ايه بس علي صوتك عشان طنط تسمع وعمو يسمع برتريه بتحب ترسم البرتريه والشجر هي على فكره رسمه في المعرض بعد الحلقه يا علي لا هي على فكره رسمه البرتريه بتاعها وحتى الكارت بتاع الدعوه بتاعها مرسوم عليها عاملين لها في كليه فنون جميله هي كمان اللي مصممه الكارت لا اللي مصمم الكارت الدكتور ايهاب الدكتور ايهاب لكن هي اللي عامله البرتريه معلش النهارده لو حات من لا مع مدام استاذه سيده لكن احنا كنا عايزين نعرضها على الهواء لا معروضه يا لو كان المعرض مستمر كنت قلت لكم تروحوا تشوفوه بس هو المشكله ان انا عايز اعرف يعني هي في مدرسه عاديه ولا مدرسه لا لحد سته كانت في مدرسه عاديه بعد كده نقلتها في اعدادي طب راي حضرتك بقى في الاختلاف ده هل ده في صالح الاولاد ولا بتفضلي الدمج انها قادره على استمرار في مدرسه عاديه وده ممكن يكون في مصلحتها وفي مصلحه المجتمع اللي بيتعامل معاها اقول لك بصراحه هي طبعا مش في صالحها ان بس انت عندك المجتمع ده مجتمع مش صحي قوي لان بيعاملوا مش زي احنا بقى اوروبا وامريكا اللي بيعاملوا الانسان الضعيف بشكل لا كانوا برضو بيبصوا لها بطريقه معينه في المدرسه فبرضو بدات هي تتراجع شويه في المعامله مع الناس وده حصل لها دروب شويه كده وبعد كده انا طلعتها من الدروب ده طبعا لان انا قلت لها مش دي مش هتبقى واقفه في طريقك ان انت ما تكمليش لكن في الناس في مصر برضو بيبصوا بطريقه لاي يعني ما بتكلمش عن الاعاقه السمعيه بس بتكلم عن اي اعاقه للاسف مع ان الناس دول عندهم امكانيات مش عشان بنتي لا عندهم امكانيات احسن منها بكتير صحيح بكتير صحيح وتفكيرها حلو الـ بس مفيش مدارس متميزه درجة السمع في المشكله وصلت لفين للاذن الداخليه للاذن يعني هل ليها حل علاجي ملهاش غير السمع انت محتاجه ايه في حاله عليا انا مش محتاجه حاجه بالنسبه لها انا متوليها في كل الامور لكن هي اصلا الضعف في الاذن الداخليه فده ملوش علاج غير السماعه فدي تعتبر دي ثالث سماعه انا جبتها لها يعني كل ما بلاقي الاحدث هي الدكتوره هنا اماني شلبي هي اللي متولياها في مستشفى عين شمس فلما هي بتلاقي حاجات احدث وحاجات جايه لا انا ما بجيبلهاش سماعات من هنا بصراحه يعني حضرتك كنت بتكلمينا عن شغل عليا وانه موجود معانا وفعلا معانا تقرير عن المعرض الاخير اللي عملته عليا في نور خان في الزمالك وشغل دكتور ايهاب معاها هنشوف هنشوف تميز ولادنا ممكن يصل لغايه فين علشان يعني يا رب يعجبكم اللي شاكك في قدرات ولادنا اهي قدرات ولادنا على عينك يا تاجر يلا بينا على التقرير
عالية هو اسم معرض للفن التشكيلي للفنانة عالية، ضم العديد من الأعمال الفنية. معرض عالية اخترنا اسم ليها ان هو شغلها فيه لمحة عالية، فعلا لمحة فنية كبيرة، وكمان بالإضافة ان هي اسمها عالية. عالية من المواهب الجميلة جدا، عمرها حوالي 15 سنة، بقالنا معاها حوالي 5 شهور. كنت انا وزوجتي دكتورة هبة عبد الحفيظ اتبنيناها يعني بشكل جيد، بس البنت كان عندها استعداد وليها تجارب قبلينا، بس احنا كنا يعني كنا جايد ليها الفترة دي. المعرض تناول العديد من الموضوعات مثل اللاندسكيب والأدوات والوجوه باستخدام الأبيض والأسود في معظم الأعمال لإظهار المهارة العالية في الرسم، واستخدام الألوان في بعض الأعمال للمناظر الطبيعية. عالية موهبة مش طبيعية، يعني موهبة مختلفة سابقة جدا ما شاء الله سنها، يعني بتشوف كويس جدا الأشياء، وعندها القدرة أنها تقدر تحاكي الطبيعة بشكل جيد، بتحس قوي بالخيمة وبتحس قوي بالطبيعة الصامتة اللي قدامها، وبتنقلها بحس عالي جدا وبصدق. عالية كمان بيميزها ان هي في موضوع صدقة دي ان هي صدقة جدا مع نفسها، صدقة جدا في نقلها للموضوع، ما عندهاش النوع بتاع التباهي او لا خالص، هي ساكتة، وسكوتها ده بيدفعها ان هي قادرة على الرؤية بشكل جيد. يعني اللوحة تتسم بالخطوط الجريئة والواضحة والتي تعطي انطباعات صادقة وصريحة، وخصوصاً التي امتزجت بالأبيض والأسود لتعطي للمتلقي مساحة لوضع تخيلاته ووجدانه على اللوحات. الحقيقة الموضوع والصور الرائعة اللي احنا شفناها يعني بتنبئ عن فنانة كبيرة في احساس مختلف، زي ما سمعنا من الدكتور إيهاب انه سابقة سنها في هذا الفن الرفيع. انا عايز مهما هقول يعني التحية لحضرتك الاول، ربنا يخليك، اهتمامك والله انا بحس اني مقصره معاها برضه، يعني كمان. ان كان في ممكن وقت ان انا ممكن برضه يعني، بس كل بقى الخيره فيما اختاره الله، يعني زي ما بيقولوا، يعني كان ممكن برضه اسبق زي ما بيقولوا الزمن اكتر من كده واعمل معاها حاجات اكتر، بس هو الظروف بس اللي هو التعب بتاعها هو اللي وقفنا شويه. لكن المستوى الراقي اللي احنا شفناه دوت، يعني انا اعتقد مع الايام اللي جايه ومع الوقت لا هنشوف يعني هي الفنانة. تعبت قوي، هي تعبت هي تعبت. اللوحه بتاخد فيها قد ايه في الرسم؟ على حسب، ممكن في حاجات تخلصها بسرعه، في حاجات ممكن تخلصها وانا واقفه وانا قاعده جنبها، بتقعدي جنبها يعني في حاجات، يعني ساعات وانا بشتغل في البيت او بتاع او ببقى قاعده جنبها وهي بترسم، ساعات في حاجات زي مثلا لو مج او ازازه جنبها كده ممكن تخلصها بسرعه. ايوه ممكن تخلصها بسرعه، بس ممكن تدي الحاجات اللي هي الفاينل التشطيب النهائيه في الاخر، يعني الخطوط حاده ومتقنه يعني. هي بقى فظيعة في الحاجات دي. هي يوم ما تعمل حاجة وتبقى كويسة قوي كمان تقول عليها مش كويسة، فهي بصراحة هي بتتعبني أثناء الرسم. أنا عايزة أعرف بقى، هي عالية عايزة لما تكبري تبقي رسامة ويكون لك معرض؟ هي ديزاينر كمان، بتحب قوي تختار الألوان، يعني هي لبسها كله هي اللي بتختار ألوانها. احنا عايزين نقوى حد ستايلست كده يلبس المذيعات، على استعين بيكي قريب. قوليلي يعني انت بتعرفي تنسقي الألوان، تختاري الماما اللبس، تختار لحضرتك اللبس؟ هي بتختار لبسها لوحدها، انا عمري ما روحت معاها محل الا ما هي اختارت اللبس، هي بتختاره. هي بتحب ليها لبس معين كده كلاسيك قوي، ما مش زي البنات حتى اللي هو اللي في الجيل دلوقتي، لا ليها لبس معين كده هي بتلبسه. يعني عايز اقول لك يا بختك بيها في يا رب يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك، افرحي بيها ان شاء الله يا رب. عايز اعرف
ايه الاحتياجات الخاصه اللي انت بتوفريها لها في البيت غير الالوان وال بحتويها اصلا؟ لان في ظروف عاليه كده يعني المزاج بتاعها المود بتاعها ما بيبقاش يعني على طول في حاله ثابته كده، فلازم يبقى عندك القدره. ده انا بقول لاي اب واي ام على الهوا كده، غير ظروف عاليه لازم يحتووها بقدر الامكان، ويبقى صدرك رحب قوي قوي لانها بتنفعل بسرعه وخلقها بيضيق بسرعه. فلو انت ما عندكش حته انك انت قادر تمسك الحته دي وتحتويها وتحتملها يبقى العمليه تقع منك. عشان كده دايما بقول يعني اللي مش قادرين على الصناعه بيكون عندهم طاقه مكبوته، عاوزين يطلعوا، عاوزين يعبروا عن نفسهم، مش قادرين يعبروا عن نفسهم بسهوله. اللي قدامهم في المجتمع مش فاهم المشكله دي كده، وبالتالي مش قادر يعرف ان دي مش نرفزه او ده غضب كده عشوائي، ده غضب عشان هو نفسه يتواصل ومش قادر يتواصل بطريقه سليمه. دي مشكلتنا بقى يعني حضرتك في النهايه كده تقدري تدي لنا وصفه للتعامل مع اولادنا وان احنا نطلع طاقتهم؟ الحب، هل هي وصفه الحب والاحتواء والحنان والرعايه دي هي كل الحاجات اللي حضرتك قلتيها دي؟ يعني ما تحاوليش حتى قدام ابنك او بنتك ان انت حتى تتعصبي قدامهم، ده دي مشكله جامده دي. حتى لو هم زعقوا، حتى لو هم تعصبوا، لا، لازم انت تحتويهم قوي، انت اللي تجري وراهم، انت اللي تحبيهم، انت اللي توفري لهم كل اللي يعني تعرفي الحاجه اللي هم بيحبوها قبل هم ما يكتشفوها حتى. يعني دي عمليه الحب دي، وانك تصبري، لازم يبقى عندك صدر رحب مع اولادك كلهم. حتى لو الابن طبيعي، ما بتكلمش عن ظروف عاليه، لا، لو حتى الابن طبيعي برضو الاحتواء وحط تحتيه 100 خط. بحييكي ربنا يخليك ونورتينا يا عليا. بيقولك نورتينا وبيشكروكي، بيقولك شكرا، بيقولك شكرا، قولهم شكرا لطنط وعمو. يا عليا انت فنانه كبيره قوي. وانا مبسوطه ان انا معاكي النهارده في اللقاء يا عليا. ميرسي، شكرا ليكي. نشكركم، شكرا، ميرسي ليكم، ميرسي ليكم، ميرسي ليكم، ربنا يخليك. نورتينا وكده ما بقاش غير اللقاء الاخير. دايما بيقول مسك الختام مع الموسيقى والغناء، هيكون معانا في الفقره الثالثه المطرب اسماعيل جاد وعازف الجيتار محمد مجدي، ونعيش شويه مع اجواء موسيقيه. النهارده الحلقه فنيه رياضيه، حلقه كلها مواهب وابطال. الى اللقاء في اخر فقره معانا النهارده.